السلام عليكم، نرجو منكم دعم القناة ولكم منا جزيل شكر. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب يدعي مصطفى شهير بمصطفى كايا خلال الساعات القليلة الماضية، إثر زعمه أنه خلع أسنانه كاملة من أجل صنع عقد لحبيب الهدايا. لطالما سمعنا هذا المثل الشعبي العربي الذي يقال للإشارة إلى تنوع أشكال الجنون التي يعاني منها بعض البشر في تصرفاتهم وسلوكياتهم التي تتنافى مع المنطق العام أو العقل الجمعي. تتحد قوانين الطبيعة والقواعد الاجتماعية والأخلاقية، لكن ما قام به هذا الشاب المصري فاق كل الجنون الذي عرفه بني البشر على مر السنوات، حين قرر أن يثبت لحبيبته حبه الشديد لها ولكن بطريقة مجنونة. وأقدم هذا الشاب على خلع كافة أسنانه وضروسه وشكل بها سلسلة وقدمها على شكل هدية لحبيبته كي يثبت لها حبه. وعلق الشاب على صورته التي نشرها قائلا: بجد من أجمل معاني الحب اللي شوفتها في حياتي إنك تخلع كل سنانك وضروسك وتهديها لي. واتضح أن مصطفى هو شاب يعمل بمجال التمثيل، وفي ذات الوقت يتابعه عدد كبير على منصة التواصل الاجتماعي، ويبلغ بالتحديد 126 ألف متابع على موقع انستجرام. وأكد بعض المقربين منه أن الصورة فوتوشوب وليست حقيقية.